سلام، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. بالنسبه للناس اللي دافعين لكم كود لا فارماسي سواء الرباط سواء في كازا، فراه ان شاء الله الاعلان على الناس اللي تقبلوا في البريسيليكسيون، يعني اللي جابوا السوي ديال الكونكور، فغيكون ان شاء الله نهار 5. بالنسبه للسوي تقريبا فهو كيختلف كل عام، ولكن في المعتاد كما تنقولوا فهو كيكون تقريبا 10.5 حتى 10.80، هذا هو الماكسيموم، يعني 10.5 10.80 عفوا، فكيكون قبول باش انه يدوز للكونكور. كاينين شي اعوام اللي غير 10 في حركه 10.00 كاع ودوزوا الكونكور. المهم نتمنوا لكم الخير. بالنسبه للموعد المباراه فعندكم 10 ايام من وراء الاعلان عن النتائج ولا الاعلان عن الاسماء اللي مقبوله، يعني 10 ايام يعني 15 ان شاء الله غادي تدوزوا الكونكور ديالكم. عندكم 3 ديال لي موديول اون جينيرال اللي هما لا بيولوجي جينيرال، الفيزيك وبيو فيزيك، و الشيمي والبيو شيمي واكسيتيرا. دونك عندكم كل حاجه فيها ساعه، وبطبيعه الحال ساعه راه كتكون متابعه. دونك 3 السوايع عندكم ان شاء الله نهار الكونكور. كنتمنى لكم التوفيق، كنتمنى لكم التيسير، الله يسر لكم ربي، وبون كوراج وبالتوفيق ان شاء الله.